فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 390 شركة في روسيا والهند والصين وأكثر من 12 دولة أخرى بتهم تتعلق بتوفير المنتجات والخدمات للقوات العسكرية الروسية ضمن جهود أمريكية. وتهدف الجهود التي تقودها وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية إلى معاقبة دول الطرف الثالث المتهمة بتقديم المساعدة المادية للكرملين في التهريب من آلاف العقوبات أو التهرب التي فرضت أو فرضت على موسكو منذ بداية حربها مع أوكرانيا في فبراير 2022. وكان من بين الشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أكثر من 270 شركة متهمة بتزويد روسيا بتكنولوجيا مقدمة، فضلاً عن شركات الدفاع والتصنيع الروسية.